بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أنا كنت واجد في المنزل اللي هو تكون منزل خالتي، هو قريب من هذا البيئة تم الحفر ديالو. كما كتسمعوا من هنا وسط المنزل كأنه يعني طيارة صوت محرك طائرة، نخليكم تسمعوا. فجينا لهذه المنطقة هذه، وصراحة هناك رائحة غاز، ورائحة يعني صراحة جلست في بعض شيء هنا، فكان حس بضيق في الصدر بالسر. وكما قال لي يعني سألت الناس ديال هذا الطوار هنا اللي هو قريب، فقال لي انه هناك بزاف ديال البهائم وبزاف ديال الطيور، وكذلك حتى الطيور قال لك يعني الطيور اللي هي كطير في السماء كاين في الصباح كيلقاوها يعني ميتة. يعني الامر ماشي سهل، وهذا الصوت هذا فانا ما كنتش كنعتقد هذا الصداع هذا، يعني مهما حكيت ومهما شرحت لكم غادي يكون بحال الناس اللي جاوا لهذه المنطقه هذه وسمعوا بودنهم وشافوا يعني قالوا لي يعني سبحان الله العظيم، يعني كنسمعوا مسافات بعيده، سمعناها مسافات بعيده وانا كنفطر، وقمت بالتصوير ديال الطريق يعني الوديه الى هذه المنطقه، يعني من البدايه من مدينه نابور عن طريق سطريان كذلك عن طريق الساحلي الى ان نصل الى يعني هناك واحد البلاكه اللي هي كتسديك دار الكبداني ومورو كذلك، فهي امام سوق الجمعه اللي غادي تشاهدوا هذا الشيء كله ان شاء الله في الفيديو باذن الله. غادي نخليكم مع الفيديو وغادي تشوفوا. صراحة يعني من وصلت لهذه المنطقة هذه، يعني انا اللي كنت ديجا بارطاجيت هذا الفيديو، ولكن كانت كتوصلني عن طريق الناس الاقارب من هنا، ولكن الان من وصلت فصراحة الصوت اللي هو كنسمع الان كصوت محرك الطائرات النفاثة. الصوت اللي كتسمعوا صوت غريب جدا، حتى الناس اللي جاوا هنا وكانوا جاوا بعض الخبراء لهذه المنطقه، كل واحد كيفاش كان كيعبر على هذا شنو كاين هنا وشنو اللي موجود هنا، كل واحد شنو كيقول، بركان غاز وكاين اللي كيقول، ولكن هذا الصوت هذا ما لقاولوش تفسير نهائيا بهذا الجهد هذا وبهذه الطريقه. وكما كتلاحظوا كانه سراب الماء اللي كيطلع كغاز، ساوريكم كانه غاز بالضبط. هو أن السلطات يعني منعات كما كتشوفوا طوقات المكان، تم تطويق المكان كله. كتلاحظوا كأنه سراب يعني كيدار أنه كغاز متصاعد، ما بقاش ذاك الغبار يعني من بعد ما تصفات ذاك الثقب. سمعتوا كتسمعوا الصوت؟ ما الصوت كيفاش هادشي صراحة خطير جدا صراحة. سلاو تفسير هاد الدائرة هادي مازال لحد الآن ما عطاو حتى شي تفسير منطقي، رغم أن القناة الثانية جات لهنا وكما سمعتوا القناة الثانية قال لك ينتظرون يعني يعطيوهم على الأقل يعني شنو هي هاد الظاهرة هادي وشنو هو السبب ديالها. فهاد الصوت اللي كنسمعوه صوت صعب جدا، وكما كتلاحظوا هذا العمود هذا اللي هو ديال السوندا فخصهم يزولوه
وخايفين انهم يزولوه تكون شي حاجه اللي هي اكبر. يعني راه تخيلوا ان هاد الصنده هذه هي مخبعه بزاف ديال الامور لتحت مازال. وهذه هي المنطقه، هذه نلاحظها الان، هذه هي المنطقه كما كتلاحظوا، هي السلاسل الجبليه، جبال الريف. فانا كنحاول نقرب لكم المنطقه وتسمعوا الصوت. شوف عتيه كنشوف بحال السراب بالضبط، لاحظوا معايا وتسمعوا الصداع، يعني صداع بالجد. شي صراحه كيخرع بزاف، سبحان الله العظيم. ورا كما قال لك الناس اللي تقرا كيبدا يجهد في بعض الاحيان، كيوصل الصداع ديالو لواحد الدرجه كبيره بزاف. ربما كنت كتسمعوني ربما لا. غادي يبان من هنايا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. باش انك تشاهد بحال الصوت، يعني الصوت كانه صوت طياره، محرك طياره بالضبط. كنتظروا صراحه ان السلطات تعطينا واحد الحل لهاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو راهم كيتشكاو بزاف، ماتوا لهم بزاف ديال الحيوانات اللي هما كيربيوها بالماشيه، وكذلك الطيور. صراحه هضرت مع الناس ديال هذه المنطقه كاملين، فقال لك انهم كيموتوا لهم بزاف ديال الحيوانات، وان يعني ما كيبغيوهمش يبينوا هذه المسائل هذه. انا بعدا استغربت علاش ما كيبغيوش يهضروا على هذا الشيء هذا، يعني ما شنو هو، واش غادي يضر شي حاجه، الله اعلم. ولكن هاد الناس هادو مضرورين بزاف، وبغاو الحل لهاد الشيء هذا يعني في اقرب وقت. كنتمنى من الله عز وجل ان يكون هناك يعني حل. نعم كما كنتم تلاحظوا، فماشي الكاميرا اللي هي ما واضحاش، بل على هذاك التسريب للغاز. لاحظوا معايا الان بدا يخرج بعض الدخان، نعم يخرج بعض الدخان في بعض الاحيان. سبحان الله العظيم. هذه المنطقة كما كتشوفوا هي المنطقة، نعم. وهنا صراحة صعب جدا، صعب جدا أنك تسمع هذا الصوت هذا يوم كامل، صعب جدا. وهناك رائحة مثل رائحة الغاز صراحة، يعني رائحة مثل رائحة الغاز. نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية يا رب العالمين لهاد الناس في المنطقة، اللي هما يعني كيتمناو يكون خير بإذن الله.